موجز السابع يأتيكم من اللايف، أهلا بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أولوية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ينهي الصراع بشكل دائم. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوفد من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية. كما أكد الرئيس أن مصر تسير على طريق تحقيق تنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة. عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع اللجنة العليا الخاضعة بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وذلك لاستعراض طلبات التخصيص لصغار وشباب المزارعين والمستثمرين. وكشف الاجتماع عن مبادرة مع 9 بنوك من خلال البنك المركزي، وذلك لإعطاء صغار المستثمرين قروضا بفائدة 5% متناقصة للتيسير على الشباب للحصول على الأراضي. استقبل رئيس الوزراء شريف اسماعيل رئيس شركة تويوتا تسوشو السيد جون كاروبي بحضور وزيري الكهرباء والبترول. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان اسماعيل اكد خلال اللقاء اهمية التعاون مع شركة تويوتا تسوشو، وذلك لدور الشركة في عدد من المشروعات المهمة، مشيرا الى التعاون الحالي في مجال الطاقة المتجددة. شارك وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه التونسي والجزائري في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا الذي استضافته العاصمة التونسية من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا. خلال الاجتماع استعرض الوزراء نتائج المباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع الفرقاء الليبيين بهدف تقريب وجهة النظر فيما بينهم ووضع حل سياسي توافقي للأزمة يحقق تطلعات الشعب الليبي. نهاية الموجز، أشكر لكم مشاهدينا الكرام المتابعة.